عند الجبل شيخ تقول ما واجبنا نحو المتوفى نحو الميت، يعني ما واجبنا، ما هي الأعمال ممكن نعملها؟ هيك قصدها يعني يا أخي، هذه العشر باختصار الكل يعني. نعم نعم طيب. باختصار الإيمان لا يصل إليه، والصلاة لا تصل إليه، ما هي؟ والصدقة والدعاء يصلان، والخلاف في الصوم والحج، هذا إكلام العام تاع العلماء. فما أجمع عليه العلماء هي الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة، الدعاء يصل إن شاء الله تعالى، والصدقة تصل. فأكثر من الدعاء ومن الصدقة عليه بإذن الله تعالى، وبتخفيف عليه إن كان تم حقوق عليه أن يقضى دينه، وأن يعني يستسمح الناس له، عسى الله أن يغفر له وأن يرحمه. نعم شيخنا، ولعلها تقصد حتى الأضحية، في بعض الناس يضحي على الميت، يعني يشتري ضحية، لا 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 لا، هل يجوز ذلك أم لا؟ لا لا، يكره ذلك عند علمائنا، المكروه، لا يضحي على الميت، لا يضحي طيب على الميت، يعني في تفصيل طيب هو إلا إذا كان هو اشتراها. نعم. إلا إذا كان اشترى الأضحية ومات قبل أن يذبحها، هذا في قول العلم بذبحها، أما في سوى ذلك فلا.